في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب الصين. الصين يعتبر فيه المسلمون في هذه البلدة أقلية، وهذه الأقلية تقدر تقريباً بعشرين مليون مسلم، وهذه الفئة تعتبر منسية تماماً. فأحببنا أنا وفريق العمل مسافر مع القرآن أن نسافر إلى الصين لكي نسلط الضوء على المسلمون هناك وكيف يحفظون القرآن. تكلمنا مع بعض أن للسور والآيات مقاصد، إذا عرفناها وتعلمناها بإذن الله تعالى راح تعيننا على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وهناك للآيات أسباب نزول، هذه الأسباب إذا تعلمناها وتتبرناها بإذن الله تعالى راح تعيننا على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. هناك قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه القصة راح تبين لنا أن أسباب النزول فعلاً تعيننا على تدبر هذا الكلام العظيم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعندما سلم بعد الانتهاء من الصلاة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني قبلت امرأة. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحمر وجهه، زعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب هذا الرجل. فبعد قليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحد الصحابة أن يأتي بهذا الرجل، فجاءه الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت معنا العصر؟ فقال: نعم. فتلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات عظيمة في سورة هود فقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ففرح هذا الرجل من هذه الآية التي تلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستبشر الصحابة فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه الآية له خاصة أم لنا عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل هي لكم عامة. أنا أقول لكم الآن كلام من قلبي، عندما تصلون عند هذه الآية وأنتم تريدون أن تقرأوا القرآن في سورة هود، الآن علمتم سبب نزول هذه الآية، ما راح يخشع لها قلبكم أكثر؟ ما راح تتدبرونها أكثر، تتأملونها أكثر؟ عندما تقرؤون هذه الآية تعلمون عظم الصلاة وقدر الصلاة وأن هذه الصلاة تمحو كل الذنوب. فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات،
إذا علمنا أسباب النزول وتدبرناها رح نعرف عظم هذا القرآن، تخشع قلوبنا فنعمل بكلام الله سبحانه وتعالى. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور. قبل سنوات كنت أكلم أخوي يوسف الأنصاري وفريق الإعداد أقول لهم عندي حلم أني أروح الصين بين الجبال والأشجار أرى حفظة القرآن هناك. والله سبحانه وتعالى بفضله ومن علي وفقني أني وصلت إلى الصين وبين الجبال والأشجار أسمع كلام الله سبحانه وتعالى يتلى هناك. منهاج دستور الحياة لقلوب. وصلنا في الصين إلى هذه المدرسة، مدرسة تشيكو تو ما شاء الله، لتحفيظ القرآن الخاصة في البنات. بين الجبال وصلنا مع فريق العمل ما شاء الله بين الجبال نسمع كلام الله سبحانه وتعالى يتلى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر هذا الكلام العظيم بين كل البلدان في العالم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم هؤلاء البنات الذين يحفظون القرآن بإتقان، وأسمعهم يرتلون القرآن بمخارج جميلة. تعالوا معي نراهم. يكررون الآية الواحدة ثلاث مرات كي يتقنون القراءة. تسمعون معي ما شاء الله تبارك الرحمن. فمستقر ومستودع. ليس الكثير منهم يحفظ القرآن لأنهم في وقت من الأوقات كانوا يحاربون، من يصلي في المسجد يحارب في الصين، فما بالكم إذا أراد أن يحفظ القرآن. ولكن ولله الحمد وبفضل من الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى الصين ووصلنا إلى هذه المنطقة وفرحنا وانشرحت صدورنا عندما رأينا حفظة القرآن وحافظات القرآن ما شاء الله تبارك الرحمن. الشيخ عبد الحكيم مدرس في مدرسة شجوتو في الصين، حافظ للقرآن بإتقان، بدأ بحفظ القرآن وعمره 25 سنة وحفظ القرآن الكريم كاملا بعد ثلاث سنوات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله ما شاء الله شيخ عبد الحكيم، سمعت عنك قصة جميلة يا شيخ، أن زوجتك أيضاً تحفظ القرآن. نعم تحفظ في هذه المدرسة، حفظت القرآن في هذه المدرسة. نعم. مدرسة شيغوتو. نعم شيغوتو. ما شاء الله ما شاء الله. هل تزوجتها وهي حافظة للقرآن؟ نعم. يعني هي كانت حافظة أنت تزوجتها؟ نعم. ما شاء الله تبارك. أريد حافظة. الله أكبر. يعني
لا يبحث عن جمال ولا مال ولا أي شيء، هو يريد حافظة لكتاب الله، وأعطاه الله سبحانه وتعالى حافظة القرآن. كان منظرها جميل، رأيناها أنا وفريق العمل ما شاء الله في الفصل، تحفظ القرآن وتقرأ القرآن بإتقان، وأرى سعادة ما شاء الله الشيخ عبد الحكيم وهو يرى زوجته تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المعلمة التي تحفظهم القرآن تحفظ القرآن الكريم كاملا ما شاء الله، وتقرأ القرآن بإتقان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبها. كم طالب طالبة وطفل يوجد في هذه المدرسة؟ الطالبات الكبير 300 ما شاء الله، 300 تقريبا. نعم. والأطفال 200 ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. ما شاء الله. شيخنا، ما هو منهج الطالبات؟ كيف يبدأون بحفظ القرآن؟ كيف تكون البداية ومتى؟ نعم. يختمون؟ من البداية أعلم لهن الحروف الهجائية. نعم. وبعد القراءة وبعد حفظ. نعم. في كل سنة 10 أجزاء في كل سنة 10 أجزاء. نعم. ما شاء الله تبارك وبعد الله. 3 سنوات يعني مراجعة. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأنا أتجول في المدرسة وجدت الطالبات الحافظات يراجعن الحفظ في الساحات الخارجية للمدرسة، فعرفت أن عندهن اختبار لمراجعة القرآن. استمتع جدا وأنا أتجول في هذه المدرسة ما شاء الله، مدرسة شيكوتو لحفظ القرآن الكريم للبنات. وصلت إلى مكان، الأعمار اللي توجد داخل هذا المكان من 4 إلى 6 سنوات. ماذا يعلمونهم؟ يعلمونهم اللغة العربية وكيفية قراءة القرآن. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الولد ما شاء الله لا يتجاوز عمره 4 سنوات أو 5 سنوات يفتح على سورة البقرة ما شاء الله في الجزء الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن. اقرأ. سيقول رسل فهاء من الناس ما ولا هم عن قبلتهم والتي كانوا عليها وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لا
رؤوف رحيم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن الذي قاعد يقرأ أمامكم والله العظيم يشعرني بالخجل الكبير. ولد بهذا العمر لا يعرف اللغة العربية أبداً من الصين، يقرأ من سورة البقرة من أطول السور في القرآن، يقرأ بهذه الطريقة وبتجويد، يقرأ بطريقة شاقة، ولكنه إذا كبر سوف يحفظ القرآن بإتقان. والله عندنا في بلادنا في العرب في رياض الأطفال الولد لا يعرف أن يقرأ قصار السور أصلاً، لو فتحت له من أي مكان لا يعرف أن يقرأ. فعلاً هذا المشهد يشعرنا بالخجل. ولد صغير من الصين لم يتجاوز عمره 5 سنوات يقرأ من سورة البقرة وهو فاتح المصحف. وين أولادنا عن قراءة القرآن بهذا الشكل؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. هل اقرأي من مكان آخر؟ نرى أي مكان، نرى أي مكان. ما شاء الله اقرأي من سورة المعارج. سورة المعارج تنتهجم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. هذه النماذج يجب أن تكون لنا عبرة. وصلنا إلى الصين كي نعلمكم، نحن كنا لا نعلم، ولكن عندما وصلنا وجدنا هؤلاء النماذج يجب علينا أن نتشجع، ويجب علينا أن نبدأ من الآن أن نحفظ أبنائنا القرآن. الواحد يقول ابني عمره 3 و4 سنوات، لا أبدأ معاه من الآن، أبدأ معاه إذا كبر. هؤلاء أعمارهم 4 و5 سنوات من أي مكان من المصحف يقرأ وهو من الصين. أنا استغربت عندما كنت شيخنا مع الطلبة الصغار، نعم، يعني 4 سنوات 5، أنهم ما شاء الله يحفظون 3 أجزاء من القرآن، جزء عم وجزء تبارك وجزء قد سمع. يعني هذا إنجاز عظيم. من فينا في رياض الأطفال عندنا في بلادنا يحفظ جزء عم وجزء تبارك وجزء قد سمع؟ والله في ناس في الثانوية لا يحفظون حتى جزء عم. بين البرايا كم شدا ويردد الكون الصدى يوم تجلى بالهدى قرآننا فيه النجاة. اقرأ تدبر في خشوع شوقا تفيض به الدموع ينسب سحرا بالضلوع بالنور في كل اتجاه. لما رأيت الأطفال في الصين يقرؤون القرآن بهذه الطريقة تحمست وتشجعت وقعدت معاهم أعلمهم كيفية قراءة سورة الغاشية. والله كانت تجربة جميلة. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. يلا مرة ثانية. لسعيها راضية. مستمتع جدا معهم، مستمتع بابتسامتهم، مستمتع بحرصهم على حفظ القرآن. من قلبنا بنحب القرآن ربنا نور الحياة ماشيين عليه طول عمرنا جنتنا. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل علينا هذا القرآن أنزل هذا القرآن كله مبارك وكله فضائل، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص بعض الآيات أن لها فضائل وبعض السور لها فضائل كثيرة. فمن الأسباب اللي بإذن الله تعيننا على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى أن نعرف فضائل هذه الآيات وهذه السور. مثلا إذا عرفنا أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن
إذا أنت علمت أنها هي أعظم آية في القرآن على طول، وهذا شيء راح يكون يعني بديهيا راح تقرأ تفسير هذه الآية وتتأمل هذه الآية وتتدبر هذه الآية، لماذا هي أعظم آية في القرآن؟ إذا علمت أن سورة الملك هي المنجية، المنجية من عذاب القبر، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى طول راح تذهب إلى التفسير وتقرأ ما فيها من الآيات وتتأملها وتخشع فيها، لماذا هي منجية من عذاب القبر؟ والمعوذات وسورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، هناك سور كثيرة وآيات كثيرة لها فضائل، إذا تأملناها وعرفناها وعرفنا فضائلها بإذن الله تعالى راح تعيننا على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. ابحثوا عن فضائل السور وابحثوا عن فضائل الآيات، وكلنا بإذن الله سنتدبر هذا القرآن العظيم. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير، في الخير والبرهان من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.